السلام عليكم يا اساطير ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناه ليفكس. يا هلا والله بالمتابعين، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. انت الذي تشاهدني الان يا رب تكون بالف خير لانك اسطوري. شكرا يا اصدقاء لكل من يعني الله قبل بدايه الفيديو. والله انشر الفيديو لسه 30 ثانية او 40 ثانية يعني نشر، تلاقي 30 لايك 40 لايك. الفيديو لسه الناس ما يعني الناس التي تعمل لايك قبل بداية الفيديو حتى لا يعرف، حتى مو موجود في داخل الفيديو ولكن يعمل لايك. والله شكرا لكم من القلب، انتم بتفرحوا لي والله العظيم بتفرحوا لي لما اشوف لايكات يعني قبل بداية الفيديو. يعني الناس التي تشاهد الفيديو بعدين تعمل لايك، يعني تشاهد الفيديو يعجبها الفيديو بعدين تعمل لايك، لكن الناس التي تعمل لايك يعني قبل بداية الفيديو يعني هؤلاء الناس يظهرون لك بأنهم واثقين في محتواك وواثقين في الشيء الذي تعمله. شكرا لكم يا أساطير من القلب، وشكرا لكل من يعمل لايك قبل بداية الفيديو. المهم يا أساطير، في هذا الفيديو كما قرأتم في العنوان وكما رأيتم في الصورة المصغرة، في هذا الفيديو سوف ندخل إلى أفضل 3 سيرفرات، وهذا على ما أعتقد سوف يكون آخر فيديو يعني قبل التحديث الجديد. أعتقد أنه راح نصور أفضل 5 سيرفرات بعد التحديث الجديد إن شاء الله. في هذا الفيديو حبيت فقط أعمل لكم أفضل 3 سيرفرات، وبعد التحديث إن شاء الله سوف أعمل لكم أفضل 5 سيرفرات، وإن شاء الله يا أصدقاء أعدكم بفيديوهات طويلة في المرة القادمة. يا أساطير أحب أن أطول الفيديو، لكن يا أصدقاء يعني لما اجي انشر الفيديو يبقى يعمل لي 3 ايام علشان يتنشر. يعني ابقى يعني 10 سنوات وانا انتظر لحتى الفيديو يقوم بالتحميل. لذلك يا اصدقاء انا اقوم بعمل فيديو قصير شوي علشان استطيع نشره وعلشان استطيع منتجته، وحتى الهاتف عندي يعني على قد الحال. يعني ليس هاتف اسطوري لتلك الحال. ادعوا معايا يا اساطير علشان اشتري هاتف يكون اسطوري وما يكون فيه لاج لما اكون امنتج. المهم يا اصدقاء بدون ما اطول عليكم في الكلام، كما قلت لكم في هذا الفيديو سوف ندخل الى افضل 3 سيرفرات. المهم اذا كنت انت وانت اول مره تشوفني، انزل الان، شوف لا تقول لي لا كذا ولا كذا، انزل الان اعمل لايك. اذا كنت غير مشترك في القناه فقد فوتت يعني لا اعرف كيف راح اوصف لك، ضيعت نصف حياتك. لذلك اشترك الان وفعل جرس يصلك كل ما هو جديد يا اسطورتي علشان تنضم للعائله الصغيره تبع لين اكس اف اف، ومع الوقت ان شاء الله سوف تصير اكبر عائله في اليوتيوب ان شاء الله. المهم يا ساتر بدون ما نطول عليكم في الكلام، مباشره راح نشوف اول سيرفر معنا في هذا الفيديو يا حبيبي. بالنسبة يا اساطير لأول سيرفر معنا في هذا الفيديو وهو السيرفر البرازيلي، يا رب يكونوا نزلوا فيه أشياء أسطورية. في ناس يا أصدقاء سوف يا أصدقاء أستعرض معكم السيرفر وفي نفس الوقت سوف أشرح لكم بعض الأشياء، لأنه في ناس كانوا بيسألوني يقولوا لي لين إكس كيف الطريقة علشان نجيب تلك السكينة اللي بالتوكن. أنا راح أقول لكم كل شيء يا أصدقاء في هذا الفيديو وفي نفس الوقت سوف أستعرض معكم. أول شيء يا أصدقاء خلونا نجرب حظنا في هذا المتجر الغامض يا أساطير ونشوف حظنا. اوه 90، اوه والله اشياء اسطوري. في واحد في التعليقات قال لي لين اكس السيرفر البرازيلي فيه ولا مجانا، اوكي راح نكتشف هذا الشيء. المهم هنا اصدقاء مجموعة من الاشياء الاسطورية، شوفوا يا اصدقاء المتجر الغامض الخاص بهم، يعني شوفوا كمية الاشياء. احنا ينزل متجر غامض تلاقي فيه فقط صناديق التطور، شو راح اعمل بجدتها انا؟ ما عندي حتى سلاح متطور، اصلا ما بدي اياه. المهم ابقى اشحن وفي الاخر يبندوا لي حسابي، والله ما اشحن. المهم هنا يا اصدقاء شخصية جوزيف، ننزل شوية اصدقاء. هنا يا اصدقاء تستطيع تبديل المخطط القديم المخطط الجديد. اوه يا اصدقاء سكينة التوكن اللي تحدثتكم عليه، هذا التوكن يا اساطير تحصل عليه من المتجر. الناس التي لا تعرف يعني في بعض الاشياء المجانيه فعلا باللعب، وفي بعض الاشياء يعني لابد يعني تدخل المتجر ب 25 جوهره يمكنك ان تحصل على يعني على سكين يعني على على التوكن يعني علشان تستبدلوا بسكينات. هنا يا اصدقاء توب ابات، هنا بعض المهمات يعني بالمجان كما صلحتنا امامكم. هنا يا اصدقاء هذا الشيء، هنا بطاقة الحاضنة يعني مجانا، يعني فقط كل هذا مجانا. يعجبني السيرفر البرازيلي أصدقاء بهذه الأحداث الأسطورية صراحة، يعني هو من بين أفضل السيرفرات صراحة ويعجبني كثيرا بهذه الأحداث الأسطورية. المهم هذه الحاضنة أم الحاضنة لما أشوفها والله أحس بالتقيؤ، شو هذه الحاضنة؟ المهم خلونا يا أصدقاء نشوف، ننزل شوي. أم الحاضنة والله
والله يا أساطير أكرهها. شو هذه الحاضنة؟ شو حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. لازم فقط سكين يجعلك لا تتقيأ، هذا السكين يجعلني أتقيأ. المهم خلونا نشوف بعض الأشياء هنا ونسكن الفارماس. يا الله والله بسكن الفارماس الخايس. المهم يا صديق، هذا كان معنا السيرفر البرازيلي، ومباشرة نروح يا أساطير للسيرفر اللي بعده. ثاني سيرفر معنا في هذا الفيديو يا أساطير، وهو سيرفر جنوب إفريقيا. يا الله والله ويا صباح الفل بالسيرفر جنوب إفريقيا. ملايين من الأشخاص، بل ملايير، يقولون لي لين إكس ادخل للسيرفر جنوب إفريقيا لين إكس. اوكي تهدنوا راح ندخل اليه. المهم يا اصدقاء، هنا شخصيه اسمها جاني اصدقاء لمده 24 ساعه، راح اختار داشا، ولا حدا يقول لي في التعليقات ليش. المهم انا بدي اختار داشا. المهم ايش هو الموضوع هنا يا اصدقاء؟ احداث هنا التوب اب يا اصدقاء، هنا السكين. ننزل يا اصدقاء شوي، هنا بعض الاشياء يا اصدقاء، احداث يا اصدقاء صراحه احسها يعني، شوفوا يا اصدقاء ملايين الاحداث. يا هلا والله بالبطزة الغامض، والله أحب هذا الصوت 90%. يا هلا والله بالتسعينات، راح يرجع بنا للتسعينات يا أصدقاء على ما أعتقد هذا. المهم يا أصدقاء، هنا آلو آلوك ب 59 جوار، والله شالوا له أم الكرامة. هنا سكن الفتاة، شالوا لهم الكرامة، والله العظيم شالوا لهم الكرامة. هنا سكن، هنا سكنة الحاضنة، بدأت أحس بالتقيق، راح اتقيا يا اصدقاء. المهم يا رب ما اشوفها مره اخرى. المهم ننزل شويه اصدقاء ونشوف احداث ثانيه. تلك الحاضنه تجعلني احس بالتقيؤ، لا اعرف لماذا، اكره اشد الكره. شو لبسه؟ ما في امها، لا لبسه لا شعر لا جسم لا اي شيء، قاعين اعملي شيء في حياتك تبقي انت نفس سكينات. المهم يا اصدقاء، هنا احداثي يعني بتسجل الدخول. ننزل شويه اصدقاء ونشوف اشياء ثانيه. والله يا اصدقاء كما قلت لكم، حاضنه زباله. شوف راح اتقيق، والله الحمد لله كنت راح اتقيق على شوي يعني، فقط صبرت. المهم هنا يا اصدقاء، هذا سكين الفتاة، وسكين الجولد رويال تحسوا افضل من هذه الحاضنه. كنت راح اتقيق يا اصدقاء، الحمد لله اني فوتت. المهم هنا يا اصدقاء، اللفة بسيسة جواهر، ليش يا اخي عملنا اللفة مجانا؟ والله حرام عليكم. المهم يا اصدقاء، ونسكن الفامس، ومباشرة نروح للمتجر. يا هلا والله بالمتجر، وهذا السيرفرات احب السيرفرات، لكن يا اصدقاء تلك الحاضنة كرهتني في السيرفرات. المهم يا اصدقاء، هنا جميع الاشياء المجانية، وهنا يا اصدقاء يعني الاحداث الفورية. المهم يا اصدقاء، نروح للسيرفر اللي بعد. اخر سيرفر معنا في هذا الفيديو هو السيرفر الاندونيسي. الملايير، العالم كله، الكره الارضيه تطلبني ان ادخل لهذا السيرفر، لا اعرف لماذا، ولكن انا راح اشوف شو الاشياء الموجوده فيه. نبدا بالاحداث يا اصدقاء، سكن الديجل وسكن الاوائل، شالوا لهم ام الكرامه. لكن يا اصدقاء صراحه سكن الديجل اسطوري، لكن ما راح اشتري من طبيعه الحال. المهم يا اصدقاء، نشوف اللفه بخمس جواهر. تظني انا بدي المجان انا. المهم ننزل يا اصدقاء شوي ونشوف، ونسكن الولاد، هذا سكن السيف، هذا السيف يا اخي من يوم ما بدلوا شوي يعني، نبقاو حنا نشوفوا يعني نفس الاشياء، بدنا شيء اسطوري. يلا يا قارينا، هنا هذا الحدث يعني ويب، بدك بتبحث لي على كوبي رايت انت. المهم نشوف يا اصدقاء شكل هذا الحدث كيف شكله. والله احداث يا اصدقاء غريبه، لا افهم يا اصدقاء، والله يا اصدقاء لو شخص بيف افهم فقط هذه الاحداث المجانيه، وافهم شي شويه اللغه، لانني يعني كما تعرفون اعرف اتحدث بهذه اللغات، والعياذ بالله، استغفر الله العظيم، صراحه ما اعرف، ولكن راح اتعلم. المهم راح اتعلم، ساتعلم وسوف تندمون. المهم يا اصدقاء، ونحد يا هلا والله بالكوبي رايت، اخرج امك يا اخي، ليش ما حاب يخرج الحدث؟ والله يا اصدقاء بيبحث لي على كوبي رايت هذا وهذا الفيديو احسه مليان كوبي رايت. المهم هنا يا اصدقاء، الاشياء المجانيه يا اساطير كما تلاحظون امامكم. ننزل شوي، ويا هلا ويا والله يا. شوف السيرفر الاندونيسي في هذا الفيديو افضل سيرفر في العالم، لا يقول لي حد السبب. الروم يا هلا والله بالروم، راح العب بالروم يا اصدقاء، راح اقوم باللعب بالروم، راح انتهي من المونتاج هذا الفيديو، وسوف اقوم بنشره واذهب لالعب الروم يا اصدقاء. يا هلا والله بالروبات. المهم يا اصدقاء، ننزل شوي ونشوف، ونسكن الكاتانا، سكن الفتاة. شوف تلك الحاضنة وتقيأت،
اسف يا اساطر، اسف والله. القيء القيء القيء، لما اشوف ساحة حسيت بالقيء، لا اعرف لماذا. تلك الحاضنة تجعلني اتقي، لا اعرف لماذا. المهم نسكنت كيوب ماجيكا. المهم يا اساطر، هذا كان معنا اخر سيرفر في هذا الفيديو. المهم يا اساطير، هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى ان الفيديو كنا اعجبكم. اذا لم يعجبك الفيديو اضغط لايك، اذا اعجبك الفيديو اضغط لايك، اذا لم تعجبك قناتي اشترك وفعل الجرس، اذا اعجبتك اشترك وفعل، لا تقول يا تقول لي لا ما بهمني، المهم راح تشترك. فهمت قصدي؟ راح تشترك. امزح اذا بدك يعني، اذا بدك اشترك، ما بدك يعني والله اسف لا اتمنى انك ما اسف لا تغضب والله اسف. خلاص انسى الموضوع. المهم اذا عجبك الفيديو يا صديقي لا تنسى اللايك. راح اتحدث معكم يعني بهدوء، يعني لانني يعني انا لا احشش، يعني كما تعرفون انا اتكلم دائما ب علاش تكذب جد. المهم يا اساطير، اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس كي يصلكم كل ما هو جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو مع اصدقائكم. شو اخر؟ وكان هذا هو الفيديو تبع افضل 3 سيرفرات يعني قبل التحديث الجديد، وبعد التحديث الجديد ان شاء الله سوف اصور لكم فيديو افضل 5 سيرفرات. عارف انه الفيديو مو طويل كثير، ولكن يا اصدقاء على قدنا يعني علشان يا اصدقاء استطيع نشره. المهم يا اصدقاء، بدون ما نطول عليكم في الكلام، كان معكم لين اكس، والسلام عليكم.